هناك بعض القنوات الفضائية ولا سيما القنوات التي تدعم من قبل الروافض يشككون، يقول الوهابية والوهابية والوهابية، أصلا ليس عندنا جماعة تسمى بالوهابية ولا عرفنا هذا أبدا، ولسنا على ملة محمد بن عبد الوهاب ولا ملة شيخ الإسلام ولا ملة أحد، إنما على ملة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى لما أتى رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس، أأنت على ملة عثمان أم على ملة علي؟ أحد يشك في ملة عثمان؟ أحد يشك في ملة علي؟ نعم، أئمة مهديون خلفاء راشدون. فماذا قال ابن عباس؟ لكي يلقن هذا درسا ويعلمه الطريق الصحيح السليم قال: لا على ملة عثمان ولا على ملة علي، إنما على ملة محمد بن عبد الله. ولتعلم أن هناك وهابية طائفة ضالة قبل مئات السنين، من مئات السنين كانت هناك طائفة تسمى بالوهابية عندها من الخرافات ما الله به عليم، ولذلك هم الآن يدسون الدسائس فيقولون وهابية، وهابية نسبة إلى تلك الجماعة المتقدمة الضالة. لكن نحن لا نقول إننا وهابيون، نحن نقول على ملة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.